زوج تدريب طلاب الإمام علي عليه السلام ينفذ تمرين أبطال الحق التعبوي للدورة 111 في عملية معسكر تدريب بسمايا التعبوي لمحاكاة الظروف الواقعية، إذ يتضمن التمرين فعاليات ليلية ونهارية. تم تنفيذ تمرين أبطال الحق من قبل الكلية العسكرية الأولى دورة 111. التمرين الغاية من التمرين هو تطوير القابلية البدنية والتكيف مع الظروف الجوية الصعبة الصحراوية، وتنفيذ دروس التعبوية مفردات التدريب للسنة الأولى للدورة 111. مفردات التدريب تتضمن الدروس التعبوية والتخطيط ومواد التحصين. تم تدريب الطلاب على كيفية احتلال الموضع الدفاعي وإنشاء الموضع الدفاعي وإكمال الأعمال الاعتيادية في داخل الموضع الدفاعي، وكذلك تم تدريب الطلاب على الدوريات الاستطلاعية بمختلف واجباتها، وتدريب الطلاب على الدوريات القتالية وكيفية نصب الكمائن وكيفية صد التعرض من قبل العدو، وتم تدريبهم كذلك على الهجوم المدبر والهجوم النهاري، وتم تدريبهم على صد الهجوم المقابل. أجرت الكلية العسكرية الأولى الدورة 111 تمرينها المسمى بتمرين أبطال الحق، وقد يتضمن هذا التمرين عدة فعاليات، منها تدريب طلاب الكلية العسكرية الأولى الدورة 111 على السياق الصحيح والأمثل في تأسيس المنطقة الدفاعية، وكذلك تنفيذ وتطبيق الفعاليات التعبوية الليلية والنهارية. جريت العديد من الفعاليات في هذا التمرين، منها دوريات الاستطلاع ودوريات القتالية، وتعليم الطلاب على كيفية إنشاء موضع كمين والهجوم المدبر، وقد انهيت الكلية العسكرية هذا اليوم التمرين التعبوي. تطوير القدرات القتالية والقيادية لطلاب الكلية العسكرية، لا سيما تحمل كافة ظروف المعركة وتحصين المواقع الدفاعية، فضلا عن إخراج الدوريات الاستطلاعية والكمائن الليلية، أهم ما جاء في هذا التمرين. من بغداد، محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع.